حصلنا في التجربه التعليميه ان احنا عندنا مدرسينا بيتاخروا لما بنروح، وفي نفس الوقت بيبقى بنبدا دراسه باعتبارها من الساعه 9 للساعه 10 ونخلص الدراسه الساعه 11 12 ونسترجع تاني. يبقى كده مين اللي اتظلم؟ اهلنا في الجامعه. في نفس الوقت احنا بنتعاقد باجر، مش تعاقد اللي هو عماله مؤقته للمدرسين عشان احنا بندعم بيها رياض الاطفال والحاجات دي. في نفس الوقت سياده الوكيل جايب لنا كشف النهارده، كشف اهل الجنوب. عايزين نعمل اولا نقسمهم ترجيع جغرافي. يعني انا ساكن في او ساكن في الرضوان ويشوف المدارس اللي جنبنا في الرضوان، انا ساكن في قريه الفتح يشوف المدارس اللي في قريه الفتح، انا ساكن في البحر البحر يشوف المدارس اللي في البحر البحر، بحيث برضه ان ايه ما يبقاش مشكله لما نيجي يعني نتعاقد باجر نودي الناس من الرضوان للبحر الناس من الفتح. رقم اثنين ان احنا برضه لازم ناكد على الشق التربوي. هو المدرس مثلا ممكن خريج كليه التربيه وشق تربوي في نفس الوقت بيدرسوا كان بيدرسوا عربي حساب بدون لغات تربيه كله في المدرسه. انا بدعم هذا الاتجاه، واحنا كجهاز تنفيذي يعني جايين ان احنا ندعم اهلنا في الجنوب. وشفت وكيل شوف الدنيا مع حسابك كم مدرس وكم مدرس. شكرا على الوزير. طبعا بشكرك ان انت النهارده تستجاب معانا لمشكله ابنائنا في الجنوب، وبرحب بالسيد مدير التربيه والتعليم ومجلس التربيه والتعليم والسيد وكيل المعلمين، برحب بالسيد الحضور. كان عندي في جنوب بورسعيد انا حتى رقم عندي 64 مدرسه في قطاع الجنوب ابتدائي واعدادي وواحده ثانوي وفني عام. طبعا احنا من الجنوب فيه طبعا عندنا مشكله في التعيينات، حاليا مفيش تعيينات، وزمان تفضل سياده الوزير ان احنا عندنا مشكله في حضور الساده المدرسين في تشغيل حتى المدرسه في الفتره الصباحيه اللي هو الالتزام ان احنا بس نبدا 7:30 ونبدا 8، فده امر فيه استحاليه في بعض المدارس ان تبدا مدارس الصبح والالتزام وطابور الصباح لحد ما يجي المدرسين بتوع بورسعيد. واحنا طبعا في الحاله ديت احنا نقول احنا المشكله قدامنا كلنا احنا عارفينها، يمكن الحاج علاء عاش معانا فيها سنوات طويله. كده كده المدرس بتاع بورسعيد بياخد وقت كبير جدا جدا انه يوصل لبحر البار، بيصحى الساعه 6 الصبح وبيركب وبياخد مواصله فوق 30 40 كيلو. فاحنا بنقول ان احنا بنسد جزء من هذه المشكله ان احنا نجيب ابناء محصلين على مؤهلات تربويه وكورسات، وحتى في نماذج هنا تخصصات مش موجوده عندنا خالص زي الانجليزي وزي مواد علميه معينه. احنا جبنا كشف موجود فيه تقريبا حوالي 81 اسم، كل واحد معاه طبعا هيجيب الشهادات بتاعته والحاجات اللي هي الحاجات الفنيه المتخصصه فيها. والتوزيع احنا برضه جبناه سياده الوزير على مستوى المناطق، سواء في منطقه الجزر في وش البحر في مخالف في الكاف في العاشر في رضوان في الفتح. يعني احنا برضه عاملين ايه تنسيق. فبنقول احنا النهارده يعني ده استجابه قويه جدا من السيد الوزير المحافظ. وايضا احنا بنحط ايدينا في التربيه والتعليم. يمكن انا السنه دي كنت سعيد جدا جدا الاقي في يوم كنت عامل احتفال بكرر في ابنائنا الطلبه، لقيت ناس متفوقين لدرجه عندها خريجين عندنا سنه طب وهندسه وحاجه يعني ما حصلتش بامانه وجديد. واحنا بنقول احنا دوله يعني بتعتمد على العلم. لما اشوف الرقم 64 مدرسه عندنا احتياجات عندنا عجز، عندنا عجز. واحنا ما بنكذبش على بعض في المحاضره بس، ان احنا كلنا هدفنا ان احنا نرفض العمليه التعليميه المفروض بالتعليم سواء في الجنوب او في بورسعيد عامه. فاحنا عندنا مشكله حقيقيه لازم نواجهها. يعني الواحد دايما بياخد يعني رصاصه في صدره بدل ما ياخدها في ظهره بعد سنتين ثلاثه تلاقي عمليه تعليميه. احنا عايزين نعمل اجيال وفي النهايه نهوض العمليه التعليميه في قطاع الجنوب. وطبعا احنا طبعا عندنا عجز طبعا في المدارس، عندنا عجز في المدارس طبعا. احنا مقدمين وانت حضرتك معانا يعني ايدك في ايدنا والتربيه والتعليم والبنيه التعليميه 12 مدرسه احنا بنقاتل فيهم في مصر هناك عشان نجيب مدرسه ثانوي وبتاع البار، ما عندناش مدارس ثانوي وعندنا عجز في مدارس التعليم الاساسي ابتدائي واعدادي. ف
فده محتاج مننا ان احنا ان شاء الله باذن برضه نقدر نغطي كميه المدارس الموجوده، ان احنا مجتمع الجنوب بورسعيد الرئيس في زياده كبيره جدا جدا بالنسبه لمنطقه كمنطقه نائيه وكمنطقه برضه محتاجه فيها زياده سكانيه بشكل او منطقه جاذبه للسكان. فاحنا محتاجين برضه دعم ساعتك معانا في المدارس، وربنا يوفقنا ان احنا نوصل لعمليه حتى خلال سنه او اثنين او ثلاثه مرضيه لبلدنا ان شاء الله. وشكرا رئيس المدرسه. وجود زيتان محافظه بورسعيد مدرسه اللي هي مدرسه النورس اللي هي مع الدكتور بن عمر. وجود المدرسه دي بعملها من ابتدائي لثانوي. هتخدم برضه اهل الجنوب عشان بدل المسؤول بورسعيد والكلام دوت هيبقى برضه هيدعم اهل الجنوب ومنطقه النورس بحيث ان احنا هيبقى عندنا حصول لسنه ان شاء الله. هتخش الخدمه ان شاء الله. يعني هي خلصت المدرسه بس التاسيس والكلام دوت على اقصى تقدير هتخص ان شاء الله العام الدراسي القادم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ده احنا معانا كشف. مدارس الجنوب الا ابنائها. قلنا ابنائها بقى احنا بتعلمهم ويكبروا بيروحوا كليات ومش عارف ايه، يجوا بقى يكملوا رسالتهم مع عائلتهم ومع ابناء المنطقه. والحقيقه ديت احنا نتمنى ان هذه المنظومه تتنفذ في عهد حضرتك. لان سعادتك داعم دايما للعمليات التعليميه. احنا كناس تربويين ومسؤولين على العمليه التعليميه احنا مستفيدين استفاده غير عاديه من هذا التواجد. انا اولا ما عنديش تاخير. انا اولا لا هكلف مواصلات ولا هكلف بدلات ولا في نفس الوقت هيبقى عندي اعباء لا ماليه ولا ماديه لو انا عينت ابناء الجنوب في هذه المدارس. نمره اثنين ان هؤلاء المعينين هم من ابناء المنطقه فيبقوا حريصين على ابناء المنطقه اكثر مننا، لان لو ما تعدلش هم في المنطقه هيقولوا تعالى، لان هم هناك عباره عن عائلات مترابطه متماسكه قبليه يعني متماسكين، فالعلاقه بينهم وبعض علاقه غير عاديه. فلما اجيب من ابنائهم هناك ده شيء، ده توجه محترم جدا وعلينا ان احنا ندعمه ونزكيه. وانا بستسمح سعادتك يا سياده المحافظ ان انت تزود النسبه الثانيه لانها كلها يعني لصالحنا، صالحنا هنا بورسعيد، لان انا هستفاد باللي هيجي من هنا اسد عجز بيه هنا في المناطق الاطراف المدينه، سواء في سهل الطينه او سواء في الغرب او سواء حتى في المناطق اللي هي في جنوب بورسعيد في الضواحي او حاجات من هذا القبيل. هذا التوجه يا سياده المحافظ مفيد جدا وهيحقق طفره غير عاديه في العمليات التعليميه. دي نمره واحد. نمره اثنين، هؤلاء المعينين ربما يكون اغلبهم ما هوش تربوي، ودي ما هيش مشكله، دي مش مشكله. احنا ناخدهم لو هم مثلا بكالوريوس تجاره بكالوريوس تربيه نوعيه المهم اللي غير تربوي، احنا عندنا استعداد بالتعاون مع كليه التربيه دكتور محمد سالم ان احنا ندوهم كورس تربوي في ست شهور وياخدوا هذا المؤهل وهم شغالين. نشترط عليهم بعد سنه اللي مش هياخد المؤهل التربوي بعد خلال سنه هنلغي عقده. هم على طول هم. نمره ثلاثه، هؤلاء يا سياده المحافظ مع وجود تعيينات من قبل الوزاره يبقى لهم اولويه في التعيين في هذه المناطق. خلاصه القول احنا مستفيدين من ان احنا نجيب ابناء المنطقه هناك. لا هتكلف حضرتك نفسك مواصلات ولا هتكلف حضرتك بدلات ومناطق نائيه زي ما بيقولوا ولا هنكلف ناسنا جدا، وفي نفس الوقت هم اقدر على خدمه ابنائهم. اشكرك. كتير جدا هو حريص جدا على منطقه بحر البار بينمي فيها وفي العمليه التعليميه. هي في زيارتنا لبحر البار فعلا السيد الوكيل لمس حته تاخير فعلا بعض المدرسين، ده انا شفتها. وفي نفس الوقت انهم ما بيكملش الفتره بتاعت اليوم الكامل عشان يلحق الباص اللي يروح على المحافظه. فانا متضامن مع راي الحاج علي ان اللي هم الخريجين بتاعوا المنطقه النائيه دي لهم الاولويه في التعيين. اذا كان فيهم عدد بسيط خريج كليه التربيه ده نسارع بعمل عقد امتحان له، امتحان تحريري وشفوي، تشوف مدى صلاحيته باوراقه ان هو يتم التعاقد معاه. اما لو كان واحد خريج كليه تجاره او كليه علوم فنشوف الاكفاء فيه نعينه ويتعمل في خلال له ست شهور او سنه دبلومه في كليه التربيه ياخدها دعم له كعمليه تربويه. اشكرك فندم. شكرا. يعني بشكر سياده النائب على الفكره.